أهلا بيكم مع فيلم جديد، فيلمنا أكشن خيالي اسمه زين يانج ماستر. كل لحظة مهمة، خلي بالك. فيلمنا بيبدأ مع راجل اسمه تشينغ مينغ، وهنختصرها مينغ أسهل. اتولد نص إنسان ونص شيطان، وشغال ضابط في مكتب شرطة اسمه يين يانغ. المكتب ده بيحرس أرواح الشياطين، ومعاهم قطعة أثرية سحرية اسمها الحجر الأحمر. الحجر ده مهم جدا، وفي ليلة من الليالي حصل هجوم على المكتب ومات كل الحراس في المكان، لكن مينغ الوحيد اللي فضل عايش، وموته كمان رئيسه واسمه سيمو. اتهموا ساعتها مينغ ان هو اللي موت سيمو، وهو فضل يدافع عن نفسه، بس هم ما صدقهوش وقالوا له انت الوحيد اللي فضلت عايش وكله مات، وامروا انهم يقبضوا عليه. بس هو مش قابل، وما كانش قدامه غير انه يستعمل سحره وقدرته ويهرب منهم. المشهد بعدها وبعد شويه سنين حلوين، 7 سنين، في جنود من مكتب يين يانغ بيحضروا ورايحين عروض في المهرجان، وهم في الطريق هجم عليهم مخلوق غريب خلى الحراس خافوا وهربوا. بس رئيس الجنود واسمه بويا هجم على المكان ده وفضلوا يضربوا في بعض، وقدر بويا يعرف الكائن ده لما ضربه ووقعه، وطلعوا انه 3 من القوارض ولابسين اللبس ده ومتنكرين. فضل القوارض وبويا يضربوا في بعض، وهما بيضربوا بعض في واحد رمى تعويذه بينهم، وحصل فرقعه بسيطه، وطلع ان مينغ هو رئيس القوارض وهو اللي رمى التعويذه، ورجع رمى تعويذه تاني على بويا وخلاه وقع تاني. تشينغ خلى القوارض تسرق كل حاجه، ورجعوا لمكانهم اللي عايشين فيه علشان يستريحوا شويه. وفي يوم بالليل نط 2 من الشياطين اللي بيطيروا لونهم اسود لمكتب يين يانغ، رمى واحد من الشياطين تعويذه على واحد من الحراس، وخلى الحراس اتحول وبقى زي المجنون. وجه الرئيس اللي بيحمي الحجر الاحمر للمكان، بس الشياطين لسه بيموتوا في كل الحراس اللي بيحرسوا الحجر. ولما كانوا خلاص هيمشوا، عرفت رئيس مكتب يين يانغ واسمها باي ني ان الشياطين هجموا على المكان ودلوقتي هيهربوا. على طول رمت تعويذه عشان تقفل على الحجر، لكن واحد منهم قدر يخرج بالقطعه ويهرب، والشيطان التاني محجوز. وخرجت باي ني على السطح وضربت سهم على الشيطان وضربته ووقع، لكن وبالصدفة القوارض كانت موجودة في المكان اللي وقع فيه، وخدوا الحجر وحسوا بالخوف. واحد منهم بلع الحجر جواه وهربوا من مكانهم. بعدها رجعوا وعرف مينغ ان في واحد منهم بلع الحجر وما يعرفش ايه الحجر ده. مينغ بيبص يشوف ايه اللي جواه، فجأة الدنيا حواليه بقت ضلمة، وظهر له نصه الشيطاني وطلب من مينغ انه يحييه لان دمه بيجري في عروقه. وبسرعة عمل تعويذة وقفل على القوارض وخد بعضه ورايح لعالم الشياطين عشان يعرف اي حاجة متصلة بالقطعة الاثرية الحجر الاحمر. في الوقت ده الشيطان المجنح الاسود رجع لمكانه عشان يعرف رئيسه اللي حصل، شيطان ملكة التلج، عاقبته وجمدته وموتته. بويا هنا في المحكمة، وامره انه لازم يجيب الحاجات اللي اتسرقت منه، وسافر بويا عشان يعرف يجيب معلومات عن مينغ. قابل بنت اسمها شين لي، وهي تعرف مينغ، وقالت له انه هيلاقي مينغ في مملكة الشياطين، وطلبت منه انها تروح معاه عشان هي تعرف توصله لعالم الشياطين. ووصلوا للمدخل بتاع عالم الشياطين، ورمت شين لي تعويذه عشان تفتح المدخل وعرفت تفتحه، وعملت رشه مقرفه كده بميه اوراق البرقوق عشان ريحه البشر اللي فيهم تروح منهم. وفضلوا يبصوا على عالم الشياطين لحد ما شافوا مينغ، لان في نفس الوقت مينغ كان وصل لعالم الشياطين وجري عليه بويا، وطلع ان البنت صاحبته واحده من تلاميذ مينغ. رمى مينغ تعويذه عليه تاني وخلى بويا فقد سيطرته، وقابل مينغ صاحب المكان، وكان معرفه قديمه واللي يعرف حاجات كتير عن القطعه السحريه، وهم شركاء في التجاره. وطلب منه مينغ سيف توشان، وده قطعة قديمة سحرية قتلت ملك الشياطين في الماضي، عشان كده كلمة سيف توشان ممنوعة في عالم الشياطين. بيرفض الكائن البرنس في نفسه ده، وقال له انه ما يعرفش هو السيف موجود فين، بس مينغ استخدم قدرته وهدده. الزعيم جاب ورا واتفق معاه انه هيعرفه مكان السيف، بس بشرط ياخد بويا وشين في المقابل، نوع من التبادل التجاري بينهم. تمت الصفقة، وعلى طول زعيم المكان رمى بويا في مكان للقتال والترفيه، وقبل ما مينغ يمشي رمى تعويذه على الحلبة ومشي راح لمكان السيف. ولما فتح السيف فجأة حراس مكتب يين يانغ حوطوه، عرف مينغ باستخدام قدراته يهرب تاني منهم، بس لسوء حظه لقى باي ني مستنياه، رمى تعويذه وهي بس اللي بتعرف تفكها ازاي، وفضل يجري عشان يهرب. وفي الوقت ده بويا بيحارب ضد شيطان اسمه ريد ايفل، الشيطان الاحمر، وبيقلل منه، وبويا ضربه كذا ضربه. والمفاجأة هنا ان الشيطان الكيوت ده تحول وبقى ضخم جدا ومسكه ورفعه، لكن فجأة التعويذه اللي رماها مينغ اشتغلت والشيطان داس عليها، وده خلاه وقع على وشه. وبويا عرف نقطة ضعف الشيطان واستغلها عشان يضربه، ورجع الشيطان صغير تاني، والناس رمت أسلحة لبويا عشان يموت الشيطان ريد إيفل، ومسك بويا فاس وعلى وشك يموته، بس هو سابه يعيش ونط عشان ينقذ شين لي، ووقف قدامهم جندي شيطاني. والمفاجأة إن الشيطان الأحمر الصغير ظهر وهجم على الجندي وساعدهم إنهم يهربوا. في الناحية التانية وصل مينغ للحلبة، وظهرت الشرطية وخدت السيف منه، وهو بيحاول يرجع السيف، الغطا اللي على السيف اتفك والسيف وقع وراح لبويا، وده خلى الشياطين يرجعوا لورا من السيف، وجريوا لبره والشياطين وراهم. مينغ جه ليهم، والمفاجأة جه ظباط مكتب يين يانغ وهجموا عليهم، رمى مينغ تعويذة تحميهم، بس في ظابط نط على ظهره وهجمه، بتيجي الرئيسة تساعده وتحميه، بس اتهجم عليها من الظباط، وده خلى مينغ متضايق جدا، ورمى تعويذة النقل الآلي،
واتنقل لمكان يستخبى فيه وعالج من الجرح بتاع رئيسة الشرطة. شاف إسورة في إيديها وبيرجع بالزمن وبيفتكر إن الإسورة اتفاق معاه في الماضي وإن الشيطان الداخلي ممكن تتحكم فيه بالنص البشري وده لا يمكن يخليه يتحول للشر لأنه نص شيطان ونص إنسان والأغلبية النص الإنسان. عشان كده بنشوفه زعيم لمجموعته بكل حب واحترام ومجموعته بيحبوه. بعدها فاقت الرئيسة وبيشرح لها مينغ الحقيقة اللي مات بيها سيمو وإن سيمو طلب من مينغ يحرس الحجر الأحمر بداله ومشي ومينغ وافق على كده عشان بعدها مينغ يلاقي هالة ملك الشياطين جاي عليه من الحجر الأحمر. خاف وجري على طول لهناك ولقى الحارس مقتول قدامه وشيطانة ملكة التلج مع سيمو. شيطانة التلج هجمت عليه بتعويذة لكن قدر مينغ يمنع الهجوم وفجأة لقاهم واختفوا. وبعد شرح الكلام ده كله لسه الرئيسة مش واثقة في كلامه وفي الوقت ده تحول النمس وهجم عليهم في المكان وعرف مينغ ان الحجر الاحمر موجود جوه النمس عشان كده هيضربه بسيفته شان وده هيخلي القارد يموت وتحول لتراب. والرئيسه خدت الحجر الاحمر ومشيت بتعويذه النقل الالي وهم عملوا جنازه للنمس اللي مات. الرئيسه ومعاها الحجر بتتنقل عن بعد وبتلاقي نفسها في الغابه ولقوها ضباط مكتب يين يانغ ومفيش ثواني فجاه ضربهم شيطان ملكه التلج بتعويذه كبيره وخلى مجموعه كبيره تجمدوا وضربت الباقي منهم ما عدا الرئيسه بتقاوم. وفي الوقت المناسب بيحضر مينغ وساعدها قبل ما تتضرب وتموت. بتحاول ملكة شيطان التلج بتقف قدام مينغ وبيضربوا في بعض والاتنين بيقاوموا لان الاتنين اقوياء. والمفاجأة هنا ان سيمو طلع عايش وجي للمكان اللي فيه الحجر وبيلاقيه مع الرئيسة. رمى تعويذة على الرئيسة خلاها اغمى عليها وخد الحجر الاحمر وربط نفسه بالحجر وده خلاه ملك الشياطين الجديد. في الناحية التانية مينغ بيحارب وبيضرب ملكة التلج وكسبها. قالت ملكة التلج كلمة قبل ما تموت وساعتها عرف مينغ ان سيمو هو اللي سرق الحجر الاحمر وعمل اتفاق معاها وبعدها ماتت ملكة التلج. بعد ما بقى سيمو ملك الشياطين الجديد راح مملكة الشياطين ورمى تعويذة في المملكة خلت كل الشياطين تحت أمره وجمع كل الشياطين عشان يهاجموا على البشر. مينغ هنا بيأمر تلامذته ومجموعته يعملوا تعويذة عشان يحموا نفسهم من الشر وإنهم هيروحوا للجسر عشان دي الطريقة الوحيدة اللي بتربط العالم البشري وعالم الشياطين. بس أبويا رفض يروح معاهم لكن الشيطان الصغير اللي بقى صاحبه اتحايل عليه شوية وبعدها وافق وراح معاه. في المشهد ده مينغ راح لسيمو. مينغ هنا بيعرف ان سيمو اللي حرر ملكة التلج وان هو اللي كان عايز يسرق الحجر الاحمر طول الوقت ده وابتدى مينغ وسيمو يضربوا في بعض. بس مينغ لسه اقل من سيمو في القوة. بالرغم من كده مينغ ضرب سيمو بهجمة سريعة وضربه في صدره بالسيف والمفاجأة ان سيفته شان مش مقصر فيه. سيمو ضرب مينغ ضربة جامدة وخلاه اغمى عليه وابتدت المجموعة اللي تبع مينغ يحصروا الجسر عشان يمنعوا جنود الشيطان. بيحاولوا القوارض ياكلوا في الجسر عشان يوقعوه وواحدة فيهم اتحولت لشجرة عشان تسد الطريق عشان ما يعدوش الجسر. وفضل الشيطان الاحمر وشين لي وبويا يقاوموا ويحاربوا فيهم وفجاه وقف الضرب وحضر سيمو في شكله الوحشي وماسك مينغ وهم متفاجئين. ضرب مينغ ورماه من الجسر ورجعت الشيطان الشجره لطبيعتها وبقوا كلهم في حاله ياس. والحسن حظهم ان الجسر وقع نصه بسبب القوارض لما كلت فيه وبيحاولوا يدمروا باقي الجسر. هجم بويا على واحد من الشياطين ورد الشيطان الضربه لبويا بس الشيطان الاحمر اتصرف ورفعه لفوق وهو خد الضرب في صدره مكان بويا. بعدها راح رمى بويا وطار كسر باقي الجسر وودع بويا الوداع الاخير وهو بيقع. وفي الوقت ده مينغ قابل ملك الشياطين في لحظات وفاته. ملك الشياطين بيستعرض قوته وقدم قوته لمينغ وانه المفروض يبقى هو الملك. مينغ رفض لانه بيفكر يدمر نفسه وبكده هتختفي قوه ملك الشياطين كمان. وعشان كده ملك الشياطين قام بتغيير العرض وعمل اتفاق تاني مع مينغ واقنعه وخلاه الملك. وفي ناحيه تانية بيحاول سيمو انه يعدي الجسر بايده الكبيره وفجاه بيحضن لهم مينغ بقوته الجديده اللي خدها ويضربوا الاثنين في بعض. بس مينغ بقى اقوى دلوقتي وبهدل سيمو جامد وضربه في صدره وخد منه الحجر الاحمر وسيمو مات واختفى زي الريح. ولما اختفى التعويذه اللي على الرئيسه اتشالت وراحت على الجسر وطلبت من مينغ انه يفضل مع البشر بس هو مرضيش ودمر الحجر الاحمر ولغى كل الاتفاقات مع اتباعه ومجموعته ورجع لعالم الشياطين مع الكام شيطان اللي نجوا وفضلوا موجودين. في المشهد الاخير بنشوف الناس بتحيي بويا انه بطل عظيم وهو راكب العربيه بيتحرك بيها وبيتمنى من جوه ان مينغ يرجع تاني لكن مينغ ما يقدرش يرجع عن اتفاقه وهو انه بقى ملك الشياطين الجديد. بويا قابل شينلي تاني وابتسموا لبعض ابتسامة شقية وبعدها ما نعرفش اللي حصل لكن نقدر نتوقع. عرفوني توقعاتكم المبهرة في التعليقات. اشوفكم مع فيلم جديد.